خدي بنتي. الله الله، بالليل ما كانوا موجودين، هلا التقوا؟ قلت لحالي بالليل لأرجع دور منيح، بالظاهر واقعين من الكيس وقتها، لأنه لقيتهم ملحوشين تحت طرف الخزانة. شايفين؟ وتعديتوا بخطيتهم لهالمساكين. ايه صحيح، الواحد ما يحكي إذا مو متأكد. صباح الخير. أهلين وسهلين بنتي، الفطور جاهز تعي. لا معلش، نحن ما بدنا نفطر، بس كنا حابين نطمن عليكي. اليوم أحسن الحمد لله، بتشكركم. الحمد لله. إيه، بما أنه التقوا هالأساور معناتها أنتوا ظلمتونا. ما عندك جرأة أنه تعتذر من بناتي ما؟ لك أنت شو عم تخبصي؟ عدنان، ما اتهمت أنا لا البنات ولا الأم. الحمد لله على أمتك بالسلامة. خالة أمي قالت لي أنك كنتي كتير تعبانة. شكرا بنتي، الله يرضى عليكم. بس لا تقلي لي خالتي بعدين بزعلها. لك مو أنا أمه لأبوكي؟ بصراحة نحن اجينا هلا مشان نودعكم. لا ما تروحي يا بنتي. ما منقدر نضل هون بعد الشي اللي صار امبارح.